ربنا يرجع بقى يديله شوية حكاوي تاني كده ويشتغله في أمثال زي حكاية الفخاري الصبح وزي حكاية المنطقة امبارح. يقول: أراني الرب السلتين موضوعتين أمام هيكل الرب بعدما سبى نبوخذ نصر ملك بابل يثنيا ابن يهويقيم ملك يهوذا ورؤساء يهوذا والنجارين والحدادين من أورشليم وأتى بهم إلى بابل. ده السبي أنهيه؟ الأولاني اللي كان في أيام ابن يهويقيم واتاخد فيه الملك واتاخد فيه الناس الحلوين اللي عندهم مهارات خاصة عشان يروحوا يبنوا فين؟ في بابل، وسابوا بقية الشعب. في السلة الواحدة تين جيد جدا مثل التين البكوري، وفي السلة الأخرى تين رديء جدا لا يؤكل من رداءته. فقال الرب لي: ماذا أنت راء يا أرميا؟ فقلت: تينا. التين الجيد جيد جدا، والتين الرديء رديء جدا لا يؤكل من رداءته. وخدوا بالكوا ان هما سلتين بس، لا اما حلو لا اما ايه، مفيش بين الاثنين، ما كانش. لا. ثم صار كلام الرب الي قائلا: هكذا قال الرب اله اسرائيل، كهذا التين الجيد هكذا انظر الى سبي يهوذا الذي ارسلته من هذا الموضع الى ارض الكلدانيين للخير، واجعل عيني عليهم للخير وارجعهم الى هذه الارض، ابنيهم ولا اهدمهم، واغرسهم ولا اقلعهم، واعطيهم قلبا ليعرفوني اني انا الرب، فيكونون لي شعبا وانا اكون لهم الها، لانهم يرجعون الي بكل قلبهم. ايات حلوة قوي دي، ايات حلوة كلها قوي. يعني تين الجيد ده هو قال دول الجماعة اللي الصفة المميزة ليهم ايه؟ ها، في كلمة واحدة، اللي قبلوا التأديب وراحوا فين؟ بابل. اللي خضعوا للتأديب وراحوا بابل، قال انا هغيرهم، ابنيهم ولا اهدمهم. البعد الثاني للتوبة، مش بس هد للخطية لكن في ايه؟ بناء. اغرسهم ولا اقلعهم، والاجمل من كده حديهم قلب جديد، طبيعة جديدة، ليعرفوني من غير انبياء ومن غير اي حاجة اني انا الرب، فيكونون لي شعبا وانا اكون لهم الها، والالطف من كده لانهم يرجعون الي بكل ايه؟ قلبهم. طبيعة جديدة وتوبة جديدة بتاع توبة عصر المسيح اللي هي النعمة بتاعت العهد الجديد. طب ده التين الجيد. وكالتين الردي الذي لا يؤكل من رداءته، هكذا قال الرب، هكذا اجعل صدقي ملك يهوذا، ده اللي هو اخر ملك، ورؤسائه وبقية اورشليم الباقية في هذه الارض والساكنة في ارض مصر. ليه هيعمل دول؟ لان دول ايه؟ رفضوا التأديب وهربوا لفين؟ لمصر، رجعوا الارض العبودية مرة تانية. اسلمهم للقلق والشر في جميع ممالك الارض عارا ومثلا وهزأة ولعنة في جميع المواضع التي اطردهم اليها، وارسل عليهم السيف والجوع والوباء حتى يفنوا عن وجه الارض التي اعطيتهم وأباءهم إياها. نرجع للمقدمة التاريخية اللي اتقالت في الأول خالص، وأن أول ما بابل ابتدت تشد كان في مملكتين قواي اللي هما مين؟ مصر وأشور. فهم قعدوا يفكروا مين اللي يحمينا من بابل؟ مصر، برغم أن ربنا كان خرجهم من أرض إيه؟ مصر. مصر دي رمز للعبودية، قالوا نرجع تاني لمصر تحمينا. فيقول ربنا دول اللي رفضوا التأديب وما راحوش لبابل هم دول اللي زي التين الايه؟ الرديء. سؤال ده حلو قوي. في ناس حست ان السبي ده لايه؟ للتأديب، ودول اللي مسكوا كده القيصارات وراحوا ركننها وقالوا على انهار بابل هناك ايه؟ جلسنا فبكينا عندما تذكرنا
طوبى بتبابل من يمسك اطفالك ويدفنهم عند الايه، دول قبلوا التاديب وفهموا ان الثدي ده الايه التاديب. في ناس تانية هتزيف تاديب ربنا في حياتها مجرد ان احنا رحنا بابل وايه رجعنا، دول هيبانوا دلوقتي تاني وهنشوف. احنا استعجلنا شويه لان هيظهر ان ارميا هيبعت رساله مخصوصه للناس اللي اتثبت في السبي الايه الاولاني اللي هم امثال دانيال وشدرخ وميشخ وعبدناغو، هيوضح لهم الحته دي ايه كانوا فيهم صلاح بتلف بعيد. دول ما كانوش في اوقات النبوه لان دول كان لسه صغيرين، دول اتاخدوا صغيرين وتربوا فين في باب. لا نقولنا الفترة من اول ما ارميا اتنبأ 40 سنة، ما يجيش دانيال ما يجيش 40 سنة، ده كانوا لسه شوية شباب صغير. ما هم دول قبلوا التأديب، دول تابوا هناك. ما هو كل ابن يؤدبه ابوه، انا ابن ربنا يبقى لازم اتأدب. ما فيش حد، ليس ولا واحد ولا بار، الجميع زاغوا ايه فسد. حتى ارميا نفسه شفنا طلعنا غلطات قد ايه منه. ربنا ما عملش كده، ما عملش كده في دانيال. دانيال طلع لقى نفسه مسبي، اتاخد مسبي لان كان لسه صغير الملعون. تملي لو بتحبوا تدرسوا في الكتاب المقدس في بعض الرموز كده، مملكة يهوذا او اليهود تملي يرمز ليهم بالتينة، شعب اسرائيل ككل المملكتين يرمز ليهم بالايه، حد عارف؟ بالكرمة اللي خدناها في سفر اشعياء. شعب اسرائيل ككل يرمز ليه بالكرمة، اليهود او اليهودية يرمز ليها بالتينة. الخطية استمرت تأثيرها فين؟ في الاجيال.